وهالوقت هذا جو على سيدنا عيسى اللي يلمون الخاوة للرومانيين، وجو معهم ناس قليلين دين، وصاروا كلهم يسمعون له، وتضايقوا المتشددين والشيوخ التوراة. أو خلونا نقول إنه فيه مرة عندها 10 قطع فضة وضيعت واحدة منهن. هي ما تضوي الضو وتصير تكنس الدار وتدور عليها بالحيل لما تلقاها. واليوم تلقاها تنادي خوياتها وقصيراتها كلهم وتقول كيف معي لقيت القطعة الضايعة، ومثل هيج الملائكة رايحين يكيفون لمنه واحد يتوب وينهدي عقب ما هو ضايع.